هلا بنات، مساء الحب والسعادة على عيونكم الحلوة جميلاتي القمر. طبعا أني حبيت اليوم أشارككم تجربتي العجيبة ويا أنجل. طبعا أنجل عبارة عن شامبو، مكيف، كونديشنر، ماسك، وأيضا قناع للشعر. راح أسوي تريتمنت بالبيت، ما يحتاج أروح صالون ولا أتعب نفسي، والحر اللي ما ينطاق ما يخليني أطلع منه لهنا. شوفوا يا حلوات، هذا قناع الشعر مليء بالبروتين، مليء بالفيتامين، وخالي من المواد الكيماوية. هذا الكريم من أحلى الكريمات اللي ممكن تستخدميها على الشعر إذا كان عندك خفية بالشعر أو تساقط أو باهة الشعر، ينطي حلوية. الفيتامين وخالي من المواد الكيماوية. هذا الكريم من أحلى الكريمات اللي ممكن تستخدميها على الشعر إذا كان عندك خفية بالشعر أو تساقط أو باهة الشعر، ينطي حلوية. حلوية. أوكي، ينطي حيوية ولمعان، والله العظيم كلش حلو. راح أستخدم قدامكم قبل لا أفوت للحمام شلون أسوي المعالج. حلوية حلوية بعينك إن شاء الله. شوفوا بنات، هذا التريتمنت راح اشارككم قبل لا اخذ شاور. اخلي تقريبا هالقد يكفي وزايد لشعري، اوكي، لان شعري مو كلش طويل. واخلي من هذا الكريم، تمام، هم كلش كافي هذا لشعري. شوفوا راح اخبطهم سوا، شوفوا هالاثنين العجيبين حخبطهم سوا، بقيهم شعري 10 دقائق بين ما يتغذى شعري، ينترس فيتامين وبروتين، ينطي حيوية ولمعان، وحتى التقصف عندك يروح. وراها شو اسوي؟ راح اصعد فوق اراويكم الشامبو والكونديشنر اللي استخدمه من نفس الشركة، وراح تشوفون الفرق العجيب اللي تحصلون عليه خلال فترة وجيزة جدا. يعني خليني اروح اخبط هذه الاشياء الاثنين الحلوة، اسوي معالج شعري، بعدها اصعد فوق اكمل لكم. استخدمه من نفس الشركة وراح تشوفون الفرق العجيب اللي تحصلون عليه خلال فترة وجيزة جدا. يعني خليني اروح اخبط هذه الاشياء الاثنين الحلوة، اسوي معالج شعري، بعدها اصعد فوق اكمل. هذا الشامبو والكونديشنر هسه، مو هسه، بعد شوي 10 دقائق راح اغسل شعري بيه، ومن بعد الحمام اكيد راح اصور لكم واشوفكم شعري شلون دا يصير وشنو بعد الحمام. بقى يا حلوات، هذا الشامبو والكونديشنر هسه، مو هسه، بعد شوي 10 دقائق راح اغسل شعري بيه، ومن بعد الحمام اكيد راح اصور لكم واشوفكم شعري شلون دا يصير وشنو بعد الحمام نستخدم، وقبل ما ننشف الشعر ايضا شنو نستخدم حتى نحصل على نتائج حلوه. لازم نستخدم كل الباكج. شوفوا، خذوا له صوره بنات. حبيباتي الحلوات، نعيما اني حمام الهنا، والله ما قدرت ما اصور لكم صراحه لانه وعدتكم، والحمام يخبل الصراحه. يعني منتجات انجل للشعر رهيبه، حتى ريحه الشامبو مالتهم بنات والكونديشنر هيل، عينا هيل والله الكريم. فحبيت اراويكم ايش الكافشه هاي، تمام. شوفوا، انا غسلته بالشامبو والكونديشنر اللي قلت لكم عليه، ومن قبلها بعشر دقائق انا مسويت له تريتمنت، طبعا بعدني ما نشطته. هسه شنو نسوي؟ باعوا نشطه على كيفنا على راحتنا. شو ورانا؟ ماكو شيء ورانا، تمام. انا شعري شويه ناعم يعني ما يحتاج له هوايه. اوكي حلوات، شوفوا شنو عندنا. عندنا بعد الحمام، بعد ما متنش في شعرك ولا تحطي له شسوار ولا اي شيء، بعد تجيبون هذول المنتجين اللي هم من انجل، يجيكم باكج كامل. اوكي شو تسوون؟ اول شغله تجيبون هذا الفيتامين، عباره عن، شوفوا، اوكي، تاخذون وحده. طبعا هذه رهيبه للشعر، رهيبة. بس شو نسوي؟ يرادلنا مقص، نقصها قدامكم ونستخدمها، تمام؟ قصيها لنا، العب.
خليها بايدك تمام، خليها على الشعر. طبعا يصير لفروة الراس من الجذور الى الاطراف. الفروة حتى اوكي بنات، تخلوه على فروة الراس مثل ما قلت، من الجذور لحد الاطراف. وحتى اذا عندك فروة الراس مشاكل، يعني انا هالمنطقة كانت كلش خفيفة عندي اذا تتذكرون، اوكي. بس الحمد لله منتجات انجل الباكج كامل تستخدموه، مو نص ونص، لا لازم كله. ف شو اسمه، ليش على فروة الراس؟ لانه اي مواد كيميائية ما بي مستخلص من الطبيعة ومليء بال فيتامين، فاطمئنوا يعني ناموا رغد. اكو مرات تكون فروة راسهم خفيفة وبالعكس تساعد لك حتى يطلع بيبي هير، اوكي. واكو فروتهم تزيت زيتية، ايضا هذا يصلح المنتج. فبعدها اذا انا ما ادري شسور، اذا تردين الشسورين عندك طلعة مهمة ماكو مشكلة، تجيبين اخوك كبير اللي هو هذا، اوكي. هذا شوية عاقل رزن مو مثل ذاك. شوفوا خلوه وين، الحمد لله والشكر. اوكي بنات، قلت لكم هذا اخوك كبير، بعد ما تخلصون هاي الامبوله الصغيره تخلوها على الشعر في حال ردي الشسورين او تنشفين. بكل الاحوال حتى نحمي الشعر من حراره الشسوار القاسيه او حراره الشمس التصمت صمت، لازم هذا. اوكي شو تسوين؟ بعدين مو شغلتكم مو ذنبكم اصلا، تنتظروني انشف شعري. anyway تنشفوه وتنزل، انه ما عندي طلعة. الافضل ونصيحة مني كأنجل استخدموا كل الباكج، ليش؟ حتى تحصلون على نتائج حلوة. فعندك السيروم الكونديشنر حنوني يا مو صاير بي حنوني، يعني صاير بيك حنوني حنوني. طلعي ليش تستحين منها؟ لا خطية، لا حرام عليك، خطية خطية. ليش تستحين منها؟ خطية يا ظالم، ليش؟ صار ما حلو؟ لا حلو بس احنا مزينين مزينين يا جميل. اوكي بنات، فتستخدمون كل الباكج الكامل. هسه احط لكم اماكن المبيعات يا حلوات وادعوا لي. هذه دكتور تودي دكتور؟ ليش؟